جميل. طب احنا عشان نحتفظ بالكونكشنز هروح للايتس، في اللايتس هقول له حط لي اللايتس في جروب رقم واحد. تمام، اصبح كده اللايت له جروب، هو في جروب لوحده. تمام، لو رحت للبلكسس بوينتس رندرر دي هسيبها زي ما هي على افكت او الافكت اونلي او افكت اونلي جروب على اول جروبس. اما اللايت كونكشن رندر فانا مش هقول له اول جروبس، هقول له سيم جروب. بالمنظر ده انا الكيوب ده خلاص بقى مع نفسه لوحده. تمام، اما اللايتس فبقت هي كمان لوحدها، وبكده انا فاصل دعم. طبعا لو احنا رجعنا للبريميتيف، انا هنا عندي الكيوب لو انا فتحته عندي البوينتس بتاعته على اكس واي وزد، عندي الكيوب الهايت لو انا زودت كده فبزود الويد، بزود الهايت، بزود الدب على زد، يمكن دي اكتر حاجه محتاجها. بالمناسبه لما الدب بيزيد اوتوماتيك على طول الويد بيزيد. ده كيوب، لو انت عايز تسيب الكيوب ممكن تسيب الكيوب، ممكن تخليها سفير كده بانت. وهنزود السلايسز، زياده السلايسز اللي هي النقط ام على اكس، مش عارف كان كتبها اكس وواي يعني ما علينا، خلاص تبقى بالمنظر ده. سفير لايرز، انا ممكن احط سفير جوه سفير، 2 3 4 ماشي. فانا هزود انا دي دي انا هكبر الريجز بتاعها قوي. تمام، هكبر جدا. وهقلل عدد النقط شويتين. تمام، انا مش محتاج اكتر من اللي انا بحلله. هنيجي بعد كده على الجديد بقى، انا عايز اخلي دول متوزعين في الباك جراوند بعشوائيه كده. خلاص، فهنعمل ايه؟ هروح للبريميترز واقول له اد افكتور. افكتورز كتير، انا هاخد نويز. تمام، النويز افكتور لما بينزل، لو انا جيت عملت النويز امبليتيود هلاقيه بالوضع ده كده، شايفين؟ بس خد معاه مين في سكته؟ اللايت. هنا بقى بلكسس نويز افكت، افكت اونلي جروب مين؟ جروب مين؟ الجروب اللي هيبقى فيه كيوب. اذا انا لازم اروح للبريميتيف واقول له هنا انت ليك انت كمان جروب رقم 2، لان الجروبس دي هتفيدني في الافكتورز. اذا هنا بلكسس نويز افكتور، لا هكليك هشيل كلمه بلكسس ودي هتبقى ايه؟ بي جي كيوب. تمام، دي البي جي كيوب نويز افكتور. ليه؟ لان افكت اونلي جروب 2. تمام كده اللاينز زي الفل. اما ده اما البتاع اللي ورا ده في الدنيا الله يكون في عونه بقى. فانا هزود الامبليتيود قوي زي ما انتم شايفين فكهم قوي من بعض، ازود كمان، زود ارفع، زود زي ما انت عايز. تمام، زود كمان ماشي بالوضع ده كده حلو. تمام، في بقى هنا النويز ديتيلز، هل النويز ده بيأفكت السكيل او بيأفكت السكيل؟ نويز فاليوز بوزيتيف ونيجاتيف هسيبها زي ما هي. نويز اوكتاف زي ما عملتها 5، هو بس هيزود الديتيلز بتاعت النويز. طبعا النويز ده هحركه. تمام، فانا عشان احرك النويز انا عندي هنا حاجه اسمها اللوب ايفولوشن، ما بيتحركش. تمام، لان لوب ايفولوشن عندنا حاجه اسمها نمبر اوف سايكلز. تمام، نمبر اوف سايكلز، فانا ممكن اعمل كده وهقوم رايح الاول انا عايز اعمل سولو للسولو في لوحدها. تمام، وهقوم رايح هنا لنمبر اوف سايكلز واكليك كي فريم واروح لغايه اخر فريم عندي واخليه مثلا يعمل 3 سايكل. سايكل 2 الاوكتافز خليها 10 اهي نويز ايفولوشن هي دي معلش
دي انا ممكن اكي فريم وممكن اعمل الت كليك واقول له تايم في 200 مثلا. يبقى انا لو عملت كده هلاقيه بيتحرك بالمنظر. بس المنظر ده كتير قوي، انا عايز اقول له هنا مثلا 10، لان انا عايزه سموث، يمكن عايزه سموث اكتر من كده كمان. ويمكن السايكل دي بواحد، وبلاش لوب سايكل على فكره، شيلها خالص، خليه يتحرك كده احسن. يمكن 10 هتطلع كمان كتير كتير، 10 3 كويسة. الأوكتافز خليها 5 بالظبط، عشان كل بارتكل ما يبقاش الفريكوانسي بتاعها سريع قوي، هتتحرك التردد. يعني مثلا هي طلعت من هنا هنا عماله تتحرك كده، فانا هستنى كده بتاع كام و20 فريم، او كام، او مثلا عند 50 فريم، ونشوف الحركه البطيئه سريعه نحتاج نغير. تمام، لا انا شايف ان هي ظريفه جدا. تمام. جميل كده، احنا خلصنا من عملنا الفيكتور على الكيوب اللي في الباك جراوند، والبلكسس بوينت ريندرر احنا لغايه حالا ولا جينا للميدل. كان البوينت سايز هي اللي محتاجين مثلا نخليها بوينت 5، تمام، علشان البوينت دي تقل شويه. لو رحنا هنا على بلكسس، لو رحنا على شيدنج، هنا هقول له يوز لايتس فور شيدنج، لا، لكن هقول له ريكوايرد فور دي او اف او ديبث اوف فيلد. يعني مثلا انا عايز اعمل افكت شكله حلو قوي على الباك جراوند، بحيث ان انا اخلي الباك جراوند في الدي فوكس والفور جراوند في الفوكس، يعني اخلي يبقى فيه ديبث اوف فيلد. النقطه الاهم من ده كله، عايز ارجع للبلكسس مره تانية، وعايز اروح احط اد ريندر، وهقول له حط لي تاني لاينز ريندرر. تمام، بس المره دي اللاينز ريندرر تمام هيبقى رايح على مين؟ لو احنا رحنا هنا كده، هنا بيقول لي اول جروبس، هقول له لا، مش اول جروب، لكن هقول له 1 جروب، هي جروب واحده بس اللي هي رقم 2. يعني اللاين ريندرر ده يشتغل على جروب. طبعا هو كنافه كده، بقت كنافه ليه بقى؟ لان اولا الماكس نمبر انت عامل 10، لا ده انا عايز على الاقل من كميه النقط اللي ورا دي كل 3 او 4 نقط بالكتير قوي هم اللي يعملوا كونكت مع بعض. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه الماكسيمم ديستنس ب 100، 100 دي يعني النقطه اللي في اليمين رابطه مع النقطه اللي في الشمال، لا ممكن اخلي الديستنس 20. تمام، شايفين، ممكن اخليها مثلا 30، خلاص 30 كويسه. خلاص الثيكنس هيبقى مثلا 0.4، يبقى تحس ان اشكال راندوم في الباك جراوند. يمكن دي ممكن نقول 8، دي ممكن نقول 50 بالظبط، 40 حاجه دي، شايفين حاجه من المنظر اللي احنا شايفينه. غير كده كمان عايز اروح للبريمتيف اوبجكت ده، ونمبر اوف سلايسز دي عايز اقللها، اخليها مثلا 60 و60 كده. كده بقت معقوله جدا. تمام، كده بقت تمام. حتى انا ممكن بالمنظر ده خلاص، انا ممكن ان انا اروح لللاينز ريندرر تاني اللي هو ده، وهنا اخلي دي مثلا تبقى 50 ولا حاجه بالظبط. كده بقت الدنيا عندي جميله جدا في الباك جراوند. في المحاضره بقى اللي جايه نتكلم على الديبث اوف فيلد. بس قبل المحاضره اللي قبل ما نروح للمحاضره الجايه، انا عايز اروح للنويز فيكتور ده، تمام، واوسع الامبليتيود بالظبط عشان الشكل كده، واشوفكم في المحاضره.